الدولة الإسكندرية التي استقبلت فيها الأكاديمية العربية لتكنولوجيا النقل البحري الدورة 21 من المكتب التنفيذي لوزراء السياحة العرب. من هناك محمد حداد مراسلنا ينضم إلينا الآن على الهواء مباشرة. محمد، أجمل لنا ما الذي جرى على مدى اجتماعات هذا اليوم في اجتماعات المكتب التنفيذي لوزراء السياحة العرب. نعم أحمد أبو زيد، أرحب بك وأرحب بجميع السادة المشاهدين. بالفعل منذ الساعة 10 صباحا انطلقت أعمال المجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته 21 هنا في مقر الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمحافظة الأسكندرية، بحضور وزيرة السياحة المصرية الدكتورة رانيا المشاط وعدد كبير من وزراء السياحة العرب في هذه الدورة 21. بدأت هذه الاجتماعات بتسليم مصر لرئاسة هذه الدورة. قامت وزيرة السياحة والأثار الفلسطينية بتسليم الدورة 21 إلى مصر ورئاسة هذه الدورة إلى مصر برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، التي أكدت خلال كلمتها على الدور الكبير الذي يلعبه هذا المجلس الوزاري لوزراء السياحة العرب في تنمية السياحة البينية بين الدول العربية بعضها البعض، وأيضا في إيجاد ودفع عملية السياحة العالمية إلى الدول العربية. أيضا خلال هذه الاجتماعات قامت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الغفار بمنح الدكتوراه الفخرية لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان، منح الدكتوراه الفخرية له تقديرا لمجهوداته في مجال العلوم الاجتماعية. خلال هذه الفترة التي أتحدث فيها إليك أحمد، هناك اجتماع مغلق لوزراء السياحة العرب يبحثون في عدد من البنود التي جاءت على جدول الأعمال وعدد من المحاور، من أهمها دعم الاقتصاد الفلسطيني وأيضا معايير الجودة السياحية في مجال وكالات السياحة والسفر، وأيضا تحديات الأمن السياحي العربي وآليات المواجهة وحاضنات الأعمال للمشاريع السياحية وغيرها من الموضوعات التي تخص السياحة البينية بين الدول العربية بعضها البعض والسياحة العالمية ودفع عملية السياحة العالمية للدول العربية. نحن الآن في انتظار المؤتمر الصحفي الذي سوف يعقد خلال الدقائق القليلة القادمة، والذي سوف يتم استعراض فيه أهم التوصيات التي جاءت خلال هذا الاجتماع الوزاري رقم 21 بمقر الأكاديمية البحرية. نحن سنتابع معك بطبيعة الحال على مدى الساعات المقبلة ما سيخرج من مخرجات عن هذا الاجتماع، الذي كما تابعنا في الجانب الذي بث عبر إكسترا نيوز أن هناك طلبا من قبل وسائل الإعلام بأن تغادر هذا الاجتماع الذي سيكون مغلقا لحين الخروج بالتوصيات. نشكرك على أي حال حتى الساعة محمد حداد مراسلنا على الهواء مباشرة من داخل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالأسكندرية، شكرا جزيلا لك.